برامج التنمية بأقاليمنا الجنوبية خاصة في مجال الصيد البحري. تم اليوم ببجدور تدشين ميناء جديد إلى جانب سوق للسمك ومرافق أخرى مرتبطة بالقطاع. بريدين العروسي ومحمود شارة. لتعزيز الرصيد المينائي الذي تسخر به الجهة الجنوبية للمملكة، أشرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب في الداخلية رفقة وفد رسمي هام على تدشين الميناء الجديد. المشروع تطلب إنجازه إلى ثمن آليا يقدر ب400 مليون درهم، ولضمان معايير الجودة والتنافسية للمنتوج البحري على الصعيدين الوطني والدولي. واكد المنشأة المينائية الجديدة سوق للسمك بأحدث التجهيزات والآليات. منشأة تم إنجازها بكلفة مالية إجمالية بلغت 30 مليون درهم، وعلى مساحة مغطاة تقدر ب2400 متر مربع، وتضم فضاء لبيع السمك ومنطقة للوزن ومرافق إدارية وتقنية. وهذا مشروع متكامل، يعني في قليل من المدن انه يمكن يكون المصار وكاين لها الواجدة، وكاين واحد لي زونيتي ديال لاكلاس اللي هي واجدة، وكاين لي كونتينر، وكذلك يعني المنطقة الصناعية اللي غادي تنطلق الاشغال ديالها اليوم اللي غادي تجي باش تكمل. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمنطقة الاقاليم الجنوبية، وتيمشي في السياق ديال تعليمات التنمية ديال الثروات ديال المنطقة وتحسين ظروف الساكنة. وبنفس المناسبة وتجسيدا للتعليمات الملكية السامية التي تنص على أولوية تأهيل العنصر البشري، ومن أجل مواكبة دعم تأهيل قطاع الصيد البحري وتقوية قدرات ومهارات العاملين بالقطاع، أشرف الوفد الرسمي على تدشين مركز التكوين للتدرج المهني في الصيد البحري. المشروع تطلب إنجازه غلافا إجماليا يقدر ب11 مليون درهم. المعهد ليحتضن أنشطة برامج التدرج المهني، تكون مستمر في الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري نحو الأمية الوظيفية لفئة البحارة اللي هم ساكنة كبيرة في مدينة بوجدور. غادي نبداو بالتأهيل ديال الأطر اللي هما خدامين في البحر. هذا العام إن شاء الله الرحمن الرحيم حوالي 700 بحار غادي نلقاو الدروس الأولية ديال مبادئ السلامة. تعززت التجهيزات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد البحري في إقليم التحدي بميناء جديد وسوق للسمك من الجيل الجديد ومركز التكوين بالتدرج المهني في الصيد البحري، والهدف إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بالإقليم واستثمار المؤهلات التي تسخر بها سواحل المنطقة. وتأتي المشاريع الجديدة في القطاع بهدف تقوية بنيته والرفع من إنتاجيته والإسهام في توفير مناصب شغل لساكنة الإقليم.